في شهر الخير، جمعية جزائر الخير وتحت إشراف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لبرج بوريرجيج تنظم وجبات للصائمين بأحد مطاعم بلدية اليشير. كنا متجهين من جزائر العاصمة نحو مدينة عنابة، أذن علينا صلاة المغرب في ولاية البرج بالضبط في اليشير. نشكر جماعة الخير اللي وقفوا معنا. احنا جينا من بويرة، رحنا للسطيف وحكمنا الأذن هنا في اليشير، والحمد لله كلينا في الجمعية هذه تاع خيرية جزائرية، وما شاء الله وربي يحفظهم إن شاء الله. في المطعم متطوعون يسهرون على توفير الوجبات وتقديم الطعام والتنظيف وكل ما يلزم خدمة للصائمين. صافي بليزير يعني انك تفطر واحد وتوقف معاه وحتى يروح هكذا، يعني تحس بسعادة كبيرة. يعني بدوري انا يعني ندعي كل واحد يعني من الشباب ولا يعني يمارس في العملية هذه، خاصة يعني المحسنين. الوجبات متنوعة وتستجيب لشروط النظافة، كما أنها لا تقتصر فقط على تلك المقدمة على الطاولات، بل حتى المحمولة لعابري السبيل والمعوزين والعائلات الفقيرة. نقدموا حوالي 450 وجبة يوميا على الطاولة والوجبات المحمولة، الوجبات المحمولة للعائلات المعوزة، العمال المقيمين، عمال المصحة الجوارية. من بين شروط فتح هذا المطعم أن تكون هذه الفضاءات تتوفر على جميع التجهيزات، بالإضافة إلى شروط الحماية والنظافة، وأن تكون الوجبات هذه ذات قيمة غذائية وتليق بإفطار شخص صائم. خويا احنا نجيو هنا ديما مقيمين هنا، أنا خدامين هنا في اليشير، نجيو نهزوا الفطور تاعنا منا خويا، ربي يبارك ما شاء الله، ربي يعاونهم إن شاء الله وربي يقدرهم. موائد إفطار الصائم في شهر الرحمة تعكس البعد التضامني والإنساني للجزائريين، فهي مظاهر لا تخلو من يومياتهم عبر ربوع الوطن، بل من أساسيات العمل الخيري خلال الشهر الفضيل.